كمان المنتخب الكاميرون زي ما قلت لحضراتكم مستني دلوقتي الفائز ما بين مصر والمغرب. النهارده منتخب الكاميرون فاز على جامبيا 2-0، كان على ملعب جابوما، وطبعا في ربع النهائي كلنا عارفين الكاميرون كان اوائل الفرق اللي تأهلت للنصف النهائي، وبعديها فريق بوركينا فاسو، وانتظارا بكره للمباراتين اللي موجودين بكره ان شاء الله، سواء السنغال وغينيا الاستوائيه او المنتخب المصري مع المنتخب المغربي. منتخب الكاميرون النهارده يمكن كان متحكم في معظم اللقاء وفي مجريات الامور كلها، يعني ما كانش فيه صعوبه في انه يهزم فريق جامبيا النهارده، لكن الهدف الاولاني جه في الدقيقه 31، لا عفوا في الدقيقه 50، الهدف الاولاني جه عن طريق توكو ايكامبي، كان كرة عرضية حلوة جدا من كولينز فاي طبعا، وتابعها براسه دخلت في يمين حارس المرمى جامبيا، وبعد كده ايكامبي تاني جاب الهدف التاني في الدقيقة 57 بعد عرضية تاني لمارتن هونجلا، وبعد كده رفع ايكامبي رصيده الخمس اهداف. انا في خمس اهداف في يعني ربع النهائي، انا في اعتقادي ده رقم كبير جدا جدا. المنتخب الكاميروني في اتنين لعيبة جايبين 11 هدف، واحد جاب خمسة وواحد جاب ستة، كان بيجايب خمسه لكن رايح الحقيقه رايح اسمي اللعيب الثاني اللي جايب ست اهداف، لكن عموما معدلات التهديف عند المنتخب الكاميروني الحقيقه قويه جدا. هل ده يعود مثلا علشان مشوارهم كان الى حد كبير مثلا مش ما فيهوش الفرق الليفل ايه كلها؟ دي برضو نقطه ساعات بتبقى التوفيق يعني بتبقى ليها علاقه بسكه، دايما ساعات كده بيبقى في سكك بتبقى متسهله. فالحقيقه المنتخب الكاميروني الى الان يعني سكته متسهله ومعدل اهداف معدل كبير، كنا ساعات بنلاقي بطوله الامم كلها بتخلص بالهداف يجيب خمس اهداف، لكن لما لعيب يجيب خمسه ولعيب يجيب سته ولسه ناقص لهم ثلاث ماتشات، فدي اعتقد الحقيقه يعني بتبقى من الامور اللي ممكن تعمل في السنه دي ريكورد للاعبين تحديدا دول بالذات، ان في حاله طبعا تاهلهم. بس ان شاء الله نتمنى المنتخب المصري يتاهل وبعد كده الامور تقف عند هذا الحد والمنتخب المصري هو اللي يتكمل.